بسم الله الرحمن الرحيم، نشرة الأخبار من قناة سهيل، وفيها رئيس الجمهورية: الحوار هو المخرج الطبيعي لتجنيب اليمن الحرب والانقسام. ولجنة الانتخابات تحيل مسؤولين بفروعها إلى النيابة وتقر السجل الإلكتروني بصيغته النهائية. أهلا بكم. قال رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إن الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في 18 من مارس قد مثل محطة استراتيجية مهمة في طريق خروج اليمن من الأزمة، حيث ستمثل مخرجاته منظومة حكم جديدة أساسها الحكم الرشيد بكل متطلباته الحديثة، ومنطلقا جديدا لمستقبل اليمن المأمول الذي تسوده الحرية والعدالة والمساواة والنظام والقانون. وأكد هادي خلال لقائه سفراء الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية أنه مهما كانت الصعوبات فإن الحوار والحوار وحده هو المخرج الطبيعي والسليم من أجل تجنيب اليمن الحرب والاقتتال والانقسامات. وأشار إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن يعتبر شوطا كبيرا وناجحا بكل المقاييس، وقال إنه سوف يتم اتخاذ الخطوات والقرارات المطلوبة والتي كان يفترض أن تتم في 2012، مؤكدا المضي صوب تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية، فليس هناك أي طريق آخر. وجه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس وزارتي الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ مأرب باتخاذ كافة الوسائل والإجراءات اللازمة للقبض على من يقومون بالاعتداءات التخريبية لأنابيب النفط وخطوط الكهرباء، وذلك خلال مدة أقصاها أسبوع. كما وجه المجلس بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مأرب وكل من يقومون بعمل التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم. إلى ذلك كلف مجلس الوزراء في اجتماعه وزارة الكهرباء بنشر أسماء كبار المستهلكين من النافذين الممتنعين عن سداد ما عليهم من مديونيات مقابل استهلاك الكهرباء في وسائل الإعلام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتأخر عن سداد رسوم الكهرباء. ووجه المجلس وزارة الكهرباء بتركيب عدادات الدفع المسبق للجهات الحكومية على أن تتحمل تلك الجهات تكاليف التركيب، وشدد على تفعيل قرارات مجلس الوزراء السابقة بشأن المديونية والفاقد. استعرضت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماع الرأي القانونية الذي انتهت إليه الدراسة القانونية المقدمة من قبل رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء القاضي محمد القاضي بشأن نتائج التحقيقات في المخالفات المالية المرتكبة من قبل بعض فروع الأمانة العامة بالمحافظات. وأقرت اللجنة تكليف قطاع الشؤون القانونية باستكمال إجراءات إحالة المخالفين إلى النيابة العامة، كما استكملت اللجنة العليا في الاجتماع مناقشتها لما تبقى من بنود وثيقة المواصفات الفنية لنظام السجل الانتخابي والإلكترونية وأقرته بصيغته النهائية. نظم مئات المواطنين من أبناء مديرية الدليل صباح اليوم وقفة احتجاج أمام مبنى السلطة المحلية بمحافظة إب، وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لإرجاع المليكية الذي اختطف من قبل مجهولين في وادي العين بمحافظة حضرموت ولم يعرف مصيره بعد. وناشد المحتجون رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق توجيه السلطات الأمنية بالكشف عن مصير المليكية ومحاسبة الجناة الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي على حد قول المحتجين. بسم الله الرحمن الرحيم. أننا ومن باب محافظة إب نناشد الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي بالتوجيه إلى من يلزم بالإفراج عن مختطفنا الأخ نشوان الذي اختطفوا دون أي سبب في محافظة حضرموت ووادي العين.
أصيبت امرأة برصاص مسلحين بزي مدني في مدينة رداع بمحافظة البيضاء يوم أمس أثناء محاولة المسلحين إغلاق المحلات التجارية بالقوة مع غياب كلي للجيش والأمن. وقالت مصادر طبية لقناة سهيل إن المرأة أصيبت أثناء تواجدها في مستشفى السلام، حيث قام مسلحون بزي مدني بإطلاق الرصاص العشوائي لمحاولة إجبار التجار على إغلاق المحلات بالقوة. عقد اتحاد محلات ساحة التغيير في صنعاء اجتماعا موسعا لأصحاب المحال التجارية والمهنية والحرفية في شوارع وأحياء ساحة التغيير، وطالب المجتمعون بالتعويض العادل ماديا ومعنويا لأصحاب المحال التجارية في ساحة التغيير وإعفائهم من الضرائب والواجبات ورسوم فواتير المياه والكهرباء والتليفون للعامين الماضيين، أسوة بزملائهم التجار في مناطق الأحداث التي رافقت ثورة الشعب السلمية. وأدان المجتمعون في بيان صادر عنهم صمت الحكومة تجاه قضيتهم، واعتبروه معاقبة رسمية للحاضنة الشعبية للتغيير الذي حدث في اليمن، ونكرانا للمواقف الوطنية للتجار والدور المباشر الذي قاموا به من أجل إنجاح ثورة الشباب الشعبية السلمية. أن نؤكد ضرورة معالجة هذه الأضرار بروح المسؤولية الجماعية، فقد تحملها أصحاب المحلات التجارية والفنادق والمستشفيات والمصارف والبكالات ومحلات الاتصالات وشركات النقل ومكاتب السفريات والسياحة وأصحاب الأمر الخاص في السوق المحلية إجمالا. قاموا بهذا الاجتماع لكي يوصلوا رسالتهم إلى رئاسة الوزراء وإلى رئيس الجمهورية وإلى مؤتمر الحوار الوطني بأن هناك قضية في ساحة التغيير، بأن هناك أضرار في ساحة التغيير من تجار أفلسوا ومحلات تجارية سكرت. فالاجتماع اليوم هو للمطالبة بالتعويض العادل والمشروع لجميع المتضررين في ساحة التغيير. وحكومة الوفاق يعني احنا ندعوها ان تنظر لنا بعين الاعتبار بحكمنا مواطنين يمنيين احتضننا الثوار برحابة وطرحناهم نقول في قلوبنا قبل ان يكونوا في الشوارع، ومع ذلك اليوم وجدنا ان الحكومة لم تطرحنا حتى في اماكننا الصحيحة من التعويض، بل نسونا او تناسونا. يعاني سوق الجملة بمحافظة تعز في مثل هذه الأيام من كل عام مع هطول الأمطار من انتشار المياه العادمة وتدهور أرضية السوق. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. هنا تعز، هنا سوق الجملة الوحيد في المحافظة، ما أن يزوره أحد حتى تقابلك هذه المناظر. وعند وقوع المطر تزداد الأمور سوءا وتختلط المياه بالمجاري ويتحول السوق هكذا. ولا نعرف نقزع ولا نعرف نمشي، الدنيا خزخزة والدنيا كل شمات. زبائن حنيجي مطر ما بيجوا السوق هذا. ثانيا يعني ما عبنا جزم احنا نخرج كذا، جالسين تحت الهنجر، ها؟ لا نتخلص بيس ولا نبيع ونشتري. المعاناة كبيرة ولا يستطيع أحد أن يتحرك بهذا السوق، والعاملين هنا يعانون الأمرين خاصة عندما يختلط المياه بالمجاري. شوف الطين، شوف العربية تقتلب السلة الطماط ب10,000، السلة البطاط ب5,000، تقتلب ما ترفعش منها حتى النص. يعني نهدي لهم يصلحوا يعملوا مجاري لما ولا أحد يكلمهم، يجي عقل السوق يدي الشوال يزيد يخرب. وهذا هو السوق قدامكم، شوفوا السوق، شوفوا تحت البوابير كيف الطين، لا دخل الحناجر. نقول لهم صلحوا السوق اعملوا ولا يرضى أحد يصلح أي حاجة. المجلس المحلي وصندوق النظافة والمحافظة كأن الأمر لا يعنيهم، وكأنهم من غير سكان هذه المدينة، وخاصة أنهم يأخذون ضريبة السوق كل يوم. يا أخي يوميا يحصلوا بيس ما يقارب 300,000، والحين نشوف الأوساخ والله من روح إلا والحقيقة برقلنا والله من هذا القاذورات اللي عاومة. أين البيس الدخل؟ أين الدخل؟ أين حق السوق هذه البيس؟ لين تروح؟ لين تسير؟ نشين الدولة ولا من حتى من رئاسة الوزراء إنهم يقولوا شوفوا الحل هذا، حق السوق هذا ونبض هذا. والله العظيم أمانة والشعب هذا أقسم لك بالله، والشعب هذا كله تغذي من نص السوق هذا، ما يروح إلا مرض. مدينة تعز بأكملها تجي تغذي من نص السوق هذا. المارة والعربيات والسيارات والمياه والمجاري والأوساخ والمخلفات والخضروات والفواكه كلها هنا تتعايش مع بعضها. سوق الجملة هذا سوق مركزي موزع طبعا للفواكه والخضروات الى عموم المحافظة حضرها وريفها،
انتم تعلمون يعني انه عاصمه الثقافه طبعا يعني تعز، ولا ينسجم هذا السوق مع كون تعز عاصمه الثقافه اليمنيه، يعني في تناقض كثير كبير جدا. نحن يعني نقول هذا بعد ان تابعنا على مدار 5 سنوات تقريبا، نحن يعني تابعنا مذكرات كثيره عبر وكيل المحافظه، سلمتهم مذكره بنفسي وكيل المحافظه للشؤون الفنيه والبيئيه. الصحه تبدا من هنا وتنتهي كذلك هنا، وهذه دعوة لكل مسؤولي المحافظة لزيارة هذا السوق، ونعتقد أن الاهتمام به قد يقي أبناء المحافظة الكثير والكثير من الأمراض والأوبئة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. نظم مشروع التعليم الأساسي ورشة عمل للإعداد لمخرجات التعليم، والذي يشارك فيها أعضاء من هيئة التدريس بجامعة صنعاء والتعز وإب وعدن وعدد من المختصين في وزارة التربية والتعليم. وتهدف الورشة للتدريب على صياغة المخرجات الأساسية والفرعية لمعلمي التعليم الأساسي والخروج بمقترحات وهيكلة جديدة. دشنت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر وشركة الصوت الحر دورة تدريبية لتأهيل العاملين والمحررين في صحيفة الثورة وصحيفة الوحدة والرياضة. الدورة تستمر يومين وتعد الأولى من نوعها في مجال تدريب المحررين حول الصحافة وشبكات الإعلام الاجتماعية. في نهاية النشرة مشاهدينا أعود وأذكر بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية: الحوار هو المخرج الطبيعي لتجنيب اليمن الحرب والانقسام. لجنة الانتخابات تحيل مسؤولين بفروعها إلى النيابة وتقر السجل الإلكتروني بصيغته النهائية. للمزيد زوروا موقع القناة سهيل دوت نت وكذلك صفحات القناة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل.